السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كي دايرين مع هاد الصهد؟ كلكم في امان الله. نتمنى يا ربي يلقاكم هاد الفيديو نتوما اهلكم وحبايبكم بصحه جيده بحول الله. بسم الله على بركه الله. ومع الصهد راه جبت لكم ساندويتشات ساهلين ماهلين. حنا غنديروا الخبيز ديالهم، نديروا البان ساندويتش. بسم الله على بركة الله. عندي هنا 800 غرام، عندي هنا 400 غرام ديال الفورص، هيا ها هو الرطب. وعندي هنايا فارينة، هنا فارينة البلدية، هنا فارينة مغربلة. وعندي 500 غرام ديال، نسيت ما حطيتهاش، هاد صغير. عندي 500 غرام ديال هذا الفينو، وكملت بواحد 50 غرام ديال السميدة، ديال السميدة الرقيقة، غير باش نكمل 500 غرام، ماشي كتير. وعندي معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، وعندي معلقة ديال الخميرة حبيبات، وعندي زوج معالق ديال الزبدة، وعندي الحليب غبرة. عندي هذا واحد شوية شاطين، وهذا يبقى يدير ما معرفش شحال فيه. هاد الشوية اللي عندي فيه واش معلقة ولا جوج، المهم هاي المعلقة الأولى. بسم الله، ها المعلقة الثانية ما عامراش، يعني داك الشيء اللي بقى لي معلقة كبيرة كاع عامرة مقببة مليحة. وعندي هنا شوية ديال البافو، وهادو الحبوب مخلطة، ها نتوما زرعت نور الشمس، الجنجلان، زرعت كتان، وهنايا هذا الشوفان، وهنا عندي شوية ديال الحبة السوداء. هادو غادي نقرص بهم، واللي بغى يقرص باي نوع من هادشي لكم كامل الاختيار. اللي ما بغاش يديرهم كاع يديرهم غير، فانا غادي ندير لكم شي وحيدات بالحمر. المهم الا قدرني الله غادي ندير لكم شي شكيلات واخا ما فيهمش هاد لي غران. بسم الله على بركه الله. انا غادي نغربل هاد السميده، عفوا هاد الفينو. ما غاديش نعجن بيدي، عارفيني. غنمزج هاد الشيء. بسم الله بسم الله. والما دافي طبعا باش نعجنو. واللي ما عندوش ما لقاش الحليب غبره، ما عندوش حليب غبره، انا حيت درتهم انا ما كندير فيهم حتى الحليب، حليب سائل. دير واحد كويس ديال الحليب سائل، كاس ديال العنبه، وكملوا بالماء. ندير معلقه ديال السكر، معلقه كبيره، انا ما درتش شريت منا شويه. وضروري الوليدات نديرو داكشي اللي كيبغيو، عرفتي ولدي شحال هو طالبني على هذا الخبز ما نوصفش لكم. وانا اليوم قافيه وانا نقول الله تنصيب لوليدي خبيز عزيز عليه، وليداتنا كاملين. البنات انا درت كاس من بحال هذا، انا غنزيد ثاني ديال الماء. هاد الكيسان هادو اللي كنشربوا فيهم الماء، وانا غنزيد الثالث، وغادي نضيف الدقيق. غنديرها تعجن في العجان ونرجع معكم ان شاء الله. الزبده راه غنخليها حتى للتالي صافي، والخميره انا غادي نضيفها دابا. ها الخميره، صافي غنديرها تعجن ونرجع معكم ان شاء الله. بالنسبه اللي بغى يكون دايرهم في ساندويتشات مالحين، حيت انا بعض المرات يبغيو الدراري هكا يديروا فيهم هكا الكونفيتور ولا شي حاجه، خليهم في حلقة. اللي بغى يديرهم غير هكا المالح يضيف لهم الثومه والبصله غبره وشويه ديال السودانيه والزعتر، هذه اللي بغى ينسمهم. اللي بغى يخليهم هكا يخليهم، من الاحسن يبقاو بحال هكا نوتر. يلا انا غادي ندلك ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. غنضيف واحد شويه ديال الماء البنات، غنضيف واحد شويه صافي، ونعاود نرجع تعجن. البنات انا ضفت المعلقه الاولى ديال الزبده، انا غنضيف الثانيه، يكون في درجه الحراره ديال الغرفه، وغنزيد ندلكها ان شاء الله صافي. يلا
هانتوما القوام اللي حصلت عليه. البنات هالعجين هانتوما شفتو ما كتوحلش في ما كتلصقش حتى في هاد السباتيول. انا نقلبها في هادي احسن باش تخمر ليا دغيا. انا نقلبها هنا هانتوما شوفوا القوام ديالها. صافي انا غادي نوضع هنا غنسد عليها مع دابا هاد الصهد. الله هادي البحر ياك دوت هاد السندويتشات ديهم واخا غير هكا بيكنيك الوليدات هكا في الجريده اللي حدا لا ريزيدونس ولا هكا العشاء حتى بعض المرات الدراري كيبقاو قصارين كيجيهم الجوع نوضي صايبي ليه دغيا. وهانتي راكي مهنيه بلا ما تبقاي بنادم واقف في الكوزينه نهار كامل وهو يطبخ. صافي انا غادي نغطى ونخليها تخمر ونرجع معاكم. البنات العجين ديالنا بعد ما خمر ها هي شفتو كي جات رائعه رائعه. ومن غادي نخدم منها شويه هي كتبان خفيفه ولكن ما كتلصقش في اليد ديالها. درت واحد شويه تاع الزيت في يدي باش ما تلصقش ليا. انا غنديها الفرن ما غاديش نطيبها في الطعام. غندير الكميرات هكا هاكم هاكا تخافوش كلشي غيتقاد. هانتوما غادي نديرها في السلمة نضعها في السلمة بحال هكدا وغادي نديرها في ليكرا في هاد الحبوب وغادي نحطها سهولة. البنات بالنسبة لهنا عندي صفر ديال البيضة شوية ديال الحليب وشوية ديال الزيت ودرت شوية ديال المليح. صافي أنا غندهن بيه هادو كيبان لكم بلاتي ندور لكم. هادو رانا ما فهمتهمش في غندهنهم وغادي نرشهم بالباف. هكذا بحال هكا باش يجيو مشيين فينا هكا هكا. مغاديش نضرب كلشي غير هذا. يلا انا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل كلشي. ندير شكيلة اخرى ندور بالنسبة لهاد الخبيزات غادي نضربهم من انا نوريكم هاد الخبيزات غادي ندير لهم غادي طريبه هكا الوسط كيبان لكم ندير لهم هكا وهكا هادي ندير لها البيض وها الخبز جبتو من الفران. قلت لكم انا خارجه نقضي شي شغل جر طب والريحه ديالو يا سلام يا سلام. شوف كي جيب باش كيعجبني الفران ديال الزنقه طيبو مساوي ما شاء الله. وغم الا بقيت جالسه في الدار وكنطيب فيه
ما غادي نمشي فين؟ اللهم قلت غنضرب عصفورين بحجر، ديتو الفران وقديت شغلي ما قديت، وملي كتراجع جبتو معايا، وهادشي اللي كاين. ها هو ايوا، نتمنى تصيبوا لوليداتكم وعائلتكم وتاكلوا بالصحه والهنا. راه باقي سخون، انا نجمعو في الطبيقه حتى يبرد، نغطي عليه باش يبقى رطيطب ونرجع معكم. ها ولدي غيفرح اليوم، غيفرح والله يعطينا صحيحتنا باش نفرحوا وليداتنا دائما وديما. مره مره تفكروا شي حاجه اللي كتعجب الوليدات وصيبوها ليهم. شوف هادو اللي قلت لكم ما درت فيهم غير البابو. البنات انا فاش غادي نشحو البصله ديال الساندويتشات، غادي ندير، درت الزويته اللي كندير فيها الثومه والسودانيه، الثومه رشتو تحت واحد طريفه سودانيه، وغندير معها واحد شويه ديال الزبيده، وغادي نرمي البصله. بعد ما رميت هذيك الزبيده درت بصينه، غندير هاد الرشيشه تاع الملحه، وغندير شويه ديال البزار ونخليهم يتشحوا مزيان. هناك غادي نضيفها بالمعلقه ديال لاكاس فينيس، ونضيفها على البصله. هاد البصله صدقوني كتجي بنين، ومع داك ديك المعلقه ديال لاكاسوناد كتعطي واحد التعليكه رائعه ياك. وغادي ندير هاد الطريف تاع الفرماج، انا قسمته على جوج، غندير شويه ديال الخس، وغندير واحد الطريف تاع السنامي هكذا صافي، وندير فوق منه، وغندير فيه لاماطيشه لا والو صافي. هذا بالنسبه للثاني، انا غادي نحبس، وغادي ولدي غادي يصايب الساندويتش ديالو بطريقته هويا. الدراري تبارك الله كيعرفوا يتفنوا في الساندويتشات ديالو. المهم انا غادي نقطع له هذا، ندير له هذا، انا غادي غنكتفو من الوسط وغنخليه هو يكمل. يلا اجي. نقدم لكم ولدي حسام. سلام. يلا يلا جلس. الوغ نطلبو كيما بغيت. كيما بغيتي انت وليدي. صافي. لاصوص وصيبو، شتي البنيات ولا الوليدات تيديرو بحالو. بون انا. انت الساندويتش فغيمون ديالك كيجي بنين الصراحة. بون انا عجزت عليا لا مايونيز، دونك نديرها هي الأولى. غادي نجيبك معايا. اوكي. اون بليس اللي كيبغي يدير كيتشوب ولا باربيكيو، اون بليس اللي عزيز عليه الحار يدير الجيريان كتجي حتى هي واعره. مابقاتش قضيتيو حيت كنطلبو لي ساندويتش بزاف، باه اسكو تجي بنينه. ابخي انايا عزيز عليا ندير دوبل فخوماج، دونك شنو كندير؟ كندير بخومي فخوماج. سير تفضل. ياك سير. كندير مطيشه هي الاولى، من موراها الفخوماج، عاد ابخي كندير الخس. عندي داد سلامي. سلامي صافي. ابخي كنزيد هكا بحال فهمتي ماكدو دوبل تشيز، بحال بحال هكا كتجي هكا. تخي بيان صافي. ابخي كنزيد بعدا شويه ديال لامايونيز الا بغيتو، غير باش انا كندير علاش، غير باش تبقى، باش يبقى الخبز الفوقاني شاد
شات لتحت صافي. برافو. ابخي هاو فرنج دوبل تشيز سلامي بنات. ها لي ساندويتش كل واحد طريقة بسيطة جدا وكل واحد وشنو كيعجبو. شوفوا لي داتكم شنو كيبغيو. درت شوية ديال لا مايونيز صنع منزلي راكم عارفينها، الكيتشاب والباربيكيو لاصوص باربيكيو اللي كيبغيها. هادشي اللي قسم الله. نتمنى يعجبكم الفيديو، خفيف ظريف وينفعكم في هاد الصيف. وحتى بالنسبة اللي خدام يدي مع العمل هو ما يديرش فيه لاصوص، لاصوص يديها معاه في شي بواطا، حتى البواطا صغيرة والقريعة وحتى تما ويدير. ينفعو أكثرية بزاف في البحر بالنسبة للوليدات. حتى الساندويتشات كيديو معاهم المدرسة بالنسبة اللي عندهم التوقيت المستمر بالنسبة للوليدات. دابا هادشي اللي كاين. إيوا وصلنا للنهاية ديال الفيديو، وكنشكر الناس كاع اللي دعموني في القناة والناس اللي عاد ارتحقوا بالقناة. كنقول لهم مرحبا بكم، ألف مرحبا. كنشكركم كثير على التعاليق اللي كتخليو ليا. الفيديو ديالنا وصل النهاية ديالو. إيوا ما تنساونيش من دعوة الخير.